أنا أنادي الجمهور العريض المغربي والمغاربي أساهموا وتأبونا معايا في لاشين ديالي يوتيوب حياة ألمي. دابا بعد أن جمعت الفلوس تجي معايا ومستعدة نجمع الفلوس لأنني محتاجة. ناهيك على العذاب اللي كنعيشو في كل موسم في كل حاجة. شتي كي كندير هذا المسلسل ديال تهميت سالة غادي أنا تمنيت نزا ولدي. عمركم شفتو شي أم بغات تنسى ولدها؟ ولكن ما بغاش يتنسى لأن عايش معايا صباحا مساء. كنبات نحلم به معايا. كيقول لي ماما تيقول لي ماما خذ لي حقي بهذه العبارة هكا زعما. واخا الموتى ما تيهضروش أنا كنقول لك هذا إحساس عندي. تيقول لك ماما خذ لي حقي. هجم على البطن وعلى أحشاء البطن. شوفوا عباد الله حاولوا تزومي والله يخليكم. شوفوا هاد التصويره هادي. شوفوا واش الدود غادي يدير هاد الهندسه. زوموا عليها مزيان. واش الدود غادي يدير الهندسه او بفعل فاعل او يد انسان او مقص او ماذا؟ شوفوا لنا زوموا عليها مزيان. نعم نعم بلاتي. شوفوا الكدمه اللي كتقول لك ما كاينش عنف. قرا ولدي قرا هاد الجمله هادي قراوها. شوفوا اللي قالت لك ما كاينش العنف. هادشي ما صدناش عند مالين الزريعه بحال اللي قال المحامي ديالهم. هو اللي قال الزريعه بدينا نهضروا حتى حنا بالزريعه. شوفوا شنو مكتوب هنايا. هذا هو القرص اللي كنطالبوا به. نعم هذا هو الصور جابوه. مع القرص جابوا واحد الحقيقه صور مع القرص. نعم شوفوا الكدمه فين كاينه كتبان لكم الكدمه. اذا هذا واش تيدل على العنف ولا يدل على عدم العنف؟ نعم هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه للشاهده اللي انا كانت كتبان لي شاهده دابا متهمه. هذيك تين باء راها متهمه لكونها مذكوره في محضر ديال القاصر انها كانت معهم واحتست معهم الخمر. اذا كانت معهم في جوج ونص. اذا هذاك السيده فوقاش نزلت كانت شاهده. ولكن ملي قرينا المحاضر ديال القاصر وكيشهد لانه كانت معاهم في جوج ونص وكانوا كيتناولوا كاملين الكحول. اذا ما بقاتش شاهده. قولوا لنا فين فوقاش نزلتي. ها حنا علاش بغينا الخبره ديال الهواتف. اما الشهاده ديالها تدلي بها او ما تدليش بها تجي تدي لي اليمين القانونيه وانا لها بالمصاد. القرص هو المهم. نعم وفوق هادشي القرص ما نهضروش عليه. القرص راه حنا قلنا شنو كاين. بالنسبه للتمويلات بالنسبه للاموال اللي كتدخلني انا من سميتو انا عندي قناه راكم عارفينها سميتها عالمي حياه. ما مفعلهاش فيها ثلاثه الفيديوهات. اولا ما مسالياش. ثانيا انا كنكتفي بالصحافه الله يرحمهم الوالدين. ولكن دابا بما انني قلق متهوم ولا مغبون بما انني متهومه اللهم اخويا انا انادي الجمهور العريض المغربي والمغاربي اساهموا وتابونا معايا في لاشين ديالي يوتيوب حياه ألمي. دابا بعد ان جمعت الفلوس تجي معايا ومستعده نجمع الفلوس لانني محتاجه. راه غير العفه وكفى. لو كانت عنوى على الداخل اش داروا فينا 17 عام هذه اش درت فينا هاد الجريمه هذه. نعم نعم نعم. التصريحات ديالك انتي تكلمتي على هذا الاسم اللي ذكروا اليوم اللي هو سلمى بركات. قلت لك الجواب ديالك انك عندك الامكانيتي انك تكون قدام رئيس وغادي تواجه مع بادله قاطعه. نعم شنو هذا الكلام؟ نعم سي يوسف دابا راني مازال كنقول عاد قلت هذا بعد. اييه تجي تدي اليمين القانونيه تدي اليمين وتدلي في الشهاده ديالها وانا معاها. ديك الساعات غنشوفوا. نعم لماذا تم اختيار هذا الاسم بالضبط؟ عكس ان هناك اسماء اخرى. نعم هي اللي قالت لي محروق وتصاب محروق. هي اللي قالت لي في البحر وتصاب في البحر. هي اللي قالت لي عطاوه شي حاجه في منظمه وتصاب تخدر وداروا به ما بغاو. هي اللي قالت لي هذا الشيء وكانت الحفله ديالها لا اقل ولا اكثر. يعطونا الخبره ديال الهواتف ونثبتوا واش الحفله ديالها ولا ماشي الحفله ديالها واش كانوا ولا ما كانوش. نعم من بعد الانسحاب ديال الاستاذه زيد نظرا شو الامور ديالها انه تكلمت ما كنعرفش هذاك القرص طلب السيد الرئيس. شو الحوار اللي دار بينك وبين الرئيس؟ طلب مني حتى ساعه كنهز صبعي وقال لي دابا شنو بغيتي تقول حتى الاخر. الحمد لله قال لي شنو بغيتي تقول. قلت له اسيدي هذا القرص دابا اللي انتم اللي كتقولوا ماشي بين يديكم يعني راه ماشي بين يديكم ماشي عليه كنهضروا. حنا كنهضروا على قرص المعاينه. كيف الدرك الملكي عاين الجثه فيلم هو اللي كنطالبوا به. اما هذا الشيء عندنا. نعم هو
2007 نعم. ما نديرو بتمثيل جريمة. ما نديرو بتمثيل جريمة. اليوم إن شاء الله راه يوم التروية، واليوم نهار كبير عند سيدي ربي. وبهذه المناسبة كنقول وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. كنتمنى من مغاربة المغاربة وكلهم يضمنوا معايا وكلهم يهزوا أكف الضراعة باش يبان الحق. احنا ما عندنا لا غالب ولا مغلوب، احنا عندنا حق تنطلبوا به لا أقل ولا أكثر. ولكن الله يستر الحق. نعم. المشكل اللي في النهاية والمشكل اللي كاين دابا ناهيك على العذاب اللي كنعيشوا في كل موسم كل حاجه. شتي كي كندير هذا المسلسل ديال تهميت سالا، غادي انا تمنيت نزا ولدي. عمركم شفتوا شي ام بغات تنسى ولدها؟ ولكن ما بغاش يتنسى، لان عايش معايا صباحا مساء، كنبات نحلم به معايا معايا معايا. كيقول لي ماما، تيقول لي ماما خذ لي حقي. بهذه العباره هكا زعما، واخا الموتى ما تيهضروش، انا كنقول لك هذا احساس عندي. تيقول لك ماما خذ لي حقي، وانا ما حتيت تغمضوا العينين ولا ما خديتش حقي وتغمضوا العينية، ما عندي ما ندير. الجهد لا جهد الله، اما ما حدني بالحياه، انا اطالب بحق ابني. نعم، لان تكرفصوا علينا، تكرفصوا علينا كعائله، مشينا خراب خراب خراب. واش جاوب الناس اللي حياتك كيقولوا انت باغا الملف يبقى مطول، لان عندك الغرض به يعني يبقى مطول؟ وحيت على التمويهات، انا قلت للسيد المحامي اتحدى يجيب لي دليل ديال 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 التمويه. قال لك انا عندي الدليل القاطع، انا من هنا غنبقى لاصقه حتى يجيب لي الدليل القاطع على انني انا كناخذ الفلوس. شتي الا جاب لي الدليل القاطع كناخذ الفلوس، انا نضر هذاك الدراري، وكفى بالله وكيلا.